بدري توك تجيني مره مسولي فيها يا عمي. هدي هدي ايش بك معصب يا اخي؟ معك واحد صايم قدر واحد صايم، لا توترني يا اخي لا توترني يا عمي. هدي كلنا صايمين. اها شو اتحداك انت صايم؟ والله ما انت صايم عمي. كيف اثبت لك اني انا صايم؟ اها اقول لك بطل حركات بزول، لا تنرفزني بالله عليك. طب شوف stop me, I'm all the way up, all the way up, all the way up. ماما ما قلتي لي فين تبغى نروح؟ ابغاك اليوم تخليني اخذ لفتين عشان اطلع الرخصه بسرعه. من عيون حبيبي يهب يا الباكستاني يهب. ايش بك؟ سقعني من ورا. مين هو؟ ده انت ما تشوف؟ وين اللي ما اشوف؟ انت ما تشوف؟ والله ما تنازل. شوف يا امي السياره توي مطلعه جديده. بلدي ما يغلط. اسمع اسمع ارفع يدك دق على المرور. دق على المرور. دق على الشرطه. الغلط عليك 90% وراجعنا المرور. يا ولد يا قلت لك قايلت لك ولدي ما يغلط. قوم قوم امشي يا ولدي قوم اخي خليني اسوق. يلا لحقنا على المرور يا طيعم. ما عاد قاعد من ورا. طيب لا مو مشكلة. يلا يلا مع السلامة. ألفين رايح أحضر مباراة الاتحاد والأهلي مع البنات. لا يا شيخة، طب أنا كمان اليوم بحضر مباراة. أسمح لك تحضر معايا بس بشرط. إيش هو؟ نقعد في مدرجات الاتحاد. يعني أنا بالله حدفع 40 ريال عشان أشوف هجمات العكايش الضايعة؟ وأنا حدفع لك 40 ريال عشان أشوف لك جري ثقيل بنغير؟ فاسمعيني يا بنتي. أنا لسه حسمع لك. يا بنتي اسمعيني. لو كان حتتزوج واحدة مشهورة، مين هي المشهورة اللي تقبل تتزوجها؟ لا السؤال محرج. ليه محرج عايز؟ محرج لا والله. يا ابويا ممكن المشهورة هذه تشوف الحلقة وتوافق. ما في مشهورة حلوة. اه؟ ما في مشهورة حلوة. ايش في مشهورة تعرفها بالدنيا انت؟ الله مدير روز ما نقول لا. مدير روز؟ مدير روز. ليش؟ عشان انه مشهور. صراحة. مقلب في رشيد والكل موجود. انا لو تخطخنا انها نرجع واشوف ردة فعل لو عرف انه صديقه العزيز اغمى عليه وطاح في الارض. الله. خل مخرج عليها خل مخرج عليها. الله. والله شكرا على احلى مره. والله العظيم وانا من احلى احلى ساعه تقسم بالله يا لسعه. ولا شيء وحيشوف اللي بعده كمان.